السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في مدرسة الجميع. سوف أستين تمرن 12، ولاحظ الوزنتين تاليتين 100 غرام 50 5. الإناء فارغ، إذا كيوزن لينا 155. حنا كتبناها هنايا، إذا المطلب هو أكتب كتلة إناء فارغ، يعني حنا كتبناها هنا بكتلة العسل فقط هي. إذا نشدو 1500، غادي نقصو منها ألف، يعني 1500 ناقص 155 صفر ناقص 5 لا يمكن، إذا 10 ناقص 5 تعطينا 5. نحطو واحد الاحتفاظ هنايا، هاي واحد 9000 هي 6. صفر ناقص 6 لا يمكن، تولي 10 ناقص 6 غادي تعطينا 4. ونهبطو واحد 9000 هنايا، تولي 5 ناقص 2 تعطينا 3، واحد ناقص لا شيء تعطينا 1. إذا كتلة العسل فقط هي 1345 غرام. قارن باستخدام الرمز أكبر من تساوي أصابع. إذا عندنا 650 هكتوغرام، إذا صفر يكون في الهكتوغرام، صح؟ 65 كيلوغرام. من هنا تساوي 65 ديكاغرام مقارنة مع 65 غرام، إذن 650 أكبر من 65، إذن هذه أكبر من هذه. 65 كيلوغرام، 65 كيلوغرام مقارنة مع صفر 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 5 6، مقارنة مع 65000 كيلوغرام. إذن يجينا صفر هنا صفر هنا صفر هنا، يجينا تساوي. إذن هذه تساوي 65 قنطار، يعني 5 هنا و6 هنا، 6 طن، عفوا 6 قنطار، 5 كيلوغرام. إذا صفر هنا صفر هنا، غادي نحولو 65، فهي إذا هي 6500 مقارنة مع 6005. إذا 65 قنطار أكبر من 6 طن و500 غرام، أو 5 كيلوغرام. إذا هذه هي الأكبر. ندوزو للتالتة، 6، نشطبولها دوك باش مندوخوش. إذا 6 قنطار، 5 كيلوغرام، 650 كيلوغرام. إذن 605 أصغر من 6000، أصغر من 650، يعني 605 أصغر من 650. إذن 605 هذه هي الأكبر. إذن أنجز ما هي 275 غرام، يعني 5 في الغرام، من هنا عفوا 7 2 زائد 8 كيلوغرام زائد 750 ديسيغرام، صفر 5 7، شحال كتساوي لينا في الغرام؟ تينا الصفر هدا شطبو عليه، 5 زائد 5 10، 1، اكتبو الصفر و احتفظو بالواحد، 8 و7 15، اكتبو 5 و احتفظو بالواحد، 3 زائد 2، عفوا 2 زائد 1، 3 8، إذا هي 8350، 8350، 52 طن، 35 قنطار، 300 كيلوغرام، كتساوي القنطار. لأن الصفر هذا، 35
عفوا 3 × 8 = 5 × 5 = 558. 56 هكتوغرام زائد 20 تيكغرام زائد 2 كيلوغرام شحال كتساوي في الهكتوغرام؟ 0 × 8 = 7. اسطور هاد الأصفار هادا وتبقى لينا 78 هكتوغرام. إذا عندنا 275 كيلوغرام. نحولوها يعني هي محولة الكيلوغرام، عندنا 2 قنطار نحولوها الكيلوغرام. 5 ناقص 0 خمسة، 7 ناقص 0 7، 3 ناقص 2 = 1. إذن الجواب هو 175. نزول العملية الثانية اللي هي 25 طن ناقص 15 ألف كيلوغرام. كيلوغرام، صفر صفر صفر، 5 1 ناقص 25 ناقص 25 إذا كتساوي لنا هي 10 طن. العملية الأخيرة، العملية الأخيرة هي 575 غرام ناقص 10 ديكاغرام. 5 أخرى ناقص 10 ديكاغرام، يعني صفر هنا وواحد هنايا. 5 ناقص 0 يعني 5 0 ناقص 7 عفوا 7 ناقص 0 7 غير 4، إذن هي 475. كم تصبح كتلة العجين بعد خلط 450 غرام من الدقيق و 150 من الزبدة و 100 غرام من السكر و 30 غرام من الخمير و 4 بيضات تزين كل واحدة منها 50 غرام؟ إذن غادي نبداو بهاد البيضات هادو، نديرو 50 × 4 يعني 50 × 4 تساوي لينا 200 + 100 غرام + 150 ديال الزبدة + 450 + 30 غرام تساوي، نديرو عملية زائد هنا. إذن نحسبو 0 0 0 0 + 0 = 5 + 5 = 10 + 3 = 10 اكتب 3 احتفظ بالواحد 1 + 2 = 2 1 + 2 = 3 4 5 و 4 9 إذن الكتلة هي 930 غرام. 16 ما كتلة البطيخة، يعني هاد البطيخة هادي شحال الكتلة ديالها؟ عندنا البطيخة وعندنا 200 وعندنا 20 غرام، يعني 2 كيلو و550 غرام ناقص 220 غرام، واللي كيبقى لينا راه هو كتلة ديال البطيخة. إذا غادي نديرو 2 2550 ناقص 220، داكشي اللي كيساوي لينا راه هو الكتلة ديال البطيخة. إذا 2550 ناقص 220 صفر ناقص صفر صفر، 5 ناقص 2 = 3 5 ناقص 2 = 3 2 ناقص 0 2، إذا الكتلة ديال البطيخة هو 2330، يعني هي 2330 غرام. هنا غادي يكونوا سالين الفيديو ديالنا، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.